نتعرف حضرتك الأول. اوكي اسم الله سكر. I am a performance assessor. BIM performance assessor. ما بعرف كيف تترجمها هاي. اشتغل بمجال BIM من سنة 2003. انا دراستي هي تصميم داخلي، بعدين عملت دراسة بعد منها بموضوع architecture management، بعدين عملت PhD بموضوع BIM، وتخصص البيم تبعي بموضوع performance assessment، واشتغلت consultant أو اشتغلت BIM manager لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات. أنا اشتغلت consultant في شركة خاصة، وهلأ من سنة 2009 لحد هلأ من 6 سنين هلأ أنا متخصص بمجال BIM performance assessment. عندي I developed an online tool for assessing individuals، الأشخاص والشركات والمشاريع، assessment تقييم. ومن 2009 لهلا عم اشتغل بهذا المجال